نثمنوا موقف إسبانيا في ذي المناسبة اللي داروا، موقف جيد جدا، وهذا هو اللي نثمنوا نجاح السياسة ديال جلالة الملك محمد السادس في دبلوماسية المغربية على الصعيد الدولي العالم كله، اللي هي ردت للمغرب قيمته وعطاته قيمة كثيرا. وهذا كان خطاب جلالة الملك في عيد المسيرة، اللي قال عن أي دولة ما مشات معنا في الموضوع ذا، وأن احنا حتى احنا ما ماشيين معه فيه. وإسبانيا طبعا مصلحتها مع المغرب، ضعنوا المغرب بوابة على إفريقيا أوروبا كلها، والمغرب مصالح إسبانيا مع المغرب هي مهمة واستراتيجية اقتصاديا وأمنيا كل شيء. لهذا ولا بد نشكر ذا الموقف ديال رئيس الحكومة الإسبانية والحكومة الإسبانية كلها على ذا الموقف اللي دارت، اللي هو بناء وجيد، وإحنا نثمنه ثمن عالي جداً.